السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم الرحال في رحلة جديدة نغوص بها في أعماق الماضي، نكتشف بها سر الحضارات الغابرة. كما تشاهدون يا إخوان، أمامنا إشارة قلب، وهذه الإشارة ليس كما يحللها البعض، فهذه الإشارة بأبعاد كبيرة نوعا ما جاءت مرافقة لجرم، والذي هو أساس الدفن، الذي هو أساس الدفن، والذي يبين لنا بأن كانت هناك يعني طريقة عقائدية في الدفن. نلاحظ أن الجرم يتجه في اتجاه الشرق، الجرم يتجه لاتجاه الشرق، وهذا يوافق تماما عقيدة شمسية، ولا ينطبق يعني الحل العادي والذي هو معروف يعني عند معظم الخبراء، لا ينطبق هذا الحل على هذه الإشارة، بل يجب علينا اتباع إشارات الدفن العقائدي واتجاهات الدفن العقائدي. عندنا قلب هنا بأبعاد كبيرة قلنا، في وسطه سأريكم الصورة يعني بعد التنظيف، في وسطه لدينا جرنين أو بصمتين صغيرتين مربعتين الشكل وملساويتين. اتجاه هو اتجاه الشرق، وكي يتم حل هذه الأحجية تقول القاعدة في اتجاهات الدفن العقائدي، انطلاقا من التوجيه الذي عندنا هنا، يتبع حصرا الجرم المرفق، نرفع العين مباشرة، نصيب نقطة تسمى بنقطة الصفر، نرفع مباشرة على هذا الاتجاه، فنصيب مباشرة نقطة الصفر. نقطة الصفر هنا ليست هي نقطة الصفر المتعارف عليها التي يعني نعمل عليها ونشتغل عليها، بل نقطة الصفر هنا هي نقطة صفر الزوايا يعني الأبعاد المتعارف عليها من شرق غرب شمال جنوب. يعني الصفر كان قديما ينطلق من جهة الشرق، وهنا هي نقطة الشرق، نقطة الصفر. عندما نرفع الكاميرا مباشرة أمامنا هي نقطة الصفر، كما تشاهدون مباشرة أمامنا نقطة الصفر. تقول القاعدة يوجد هدفين محتملين. قلنا تقول القاعدة بأنه يوجد هدفين محتملين. الأول يميل عن اتجاه الشرق بزاوية تقريبا 45 درجة عفوا، وهي موافقة تماما لاتجاه الشمال الشرقي، نجد هناك هدف أول محتمل. والهدف الثاني المحتمل يكون باتجاه الجنوب الشرقي بزاوية 45 درجة عن نقطة الصفر، وتكون هناك الهدف الثاني المحتمل. إلينا هذه تلك هي نقطة الصفر، نميل بزاوية 45 درجة، وذلك هو الهدف الثاني المحتمل، والتكنيس هنا 70%. الاتجاه الثاني باتجاه الشمال الشرقي هو اتجاه جنائزي للدفن. سأحاول يعني الاقتراب قليلا من ذلك الاتجاه، من الهدف الأول، حتى أريكم الهدف الأول. والمسافة بين الهدفين هي المسافة من نقطة الصفر مرتين عفوا المسافة من نقطة الصفر مرة زائد مسافة من نقطة الصفر مقسومة على 2.5، على 2.5، ومجموع هذه العملية هو الناتج، هو الناتج المسافة. أنا باتجاه نقطة الصفر سأحاول يعني تقريب وزوم على الهدف الجنائزي.
أشاهدتم يا إخوان فإن الهدف الجنائزي هو عبارة عن بئر مدفني تابع لنظام الجرن، تابع تطبيقا لنظام الجرن، والجرن هو نسخة من ذلك البئر، نسخة مصغرة من ذلك البئر. الجرن الذي صاحب القلب هو جرن عميق يصل إلى حدود 20 سنتيم وبقطر تقريبا حوالي 4 سنتيم، حوالي 4 سنتيم، فهو الجرن المقصود يعني بالهدف الجنائزي، بالهدف الجنائزي. والهدف الثاني التكنيزي كما عملت لكم عليه زوم، يكون هدف تكنيزي تابع لهذه الإشارة العقائدية، والتي قلنا أنها تتبع نظام دفن عقائدي واتجاهات دفن عقائدية بحتة. إلى فيديو قادم إن شاء الله. تحياتي لكم، أخوكم الرحال.